عليكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفة حلقة اليوم السيدة مريحة أبو عابد. بداية يسعد مساكي. أهلا حبيبتي ومساكي. بالبداية وحضرتك صاحبة مركز ناليشز نيلز نانف تحديدا في عمان، تعرفينا وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أهلا وسهلا فيكم. أنا اسمي مرح أبو عابد، هلأ حالياً عندي مشروع الأظافر اللي هو Nalicious Needs Lounge، هو ما إله دخل بأي دراسة إلي. حالياً أنا درست بمجال الطبخ ومجال الـ HR وأخذت كورسز ريليتد للتدريس ودرست تقريباً 6 سنين، بس توصلت لخطوة أني جعبالي أعمل إشي لإلي. شجعوني كتير اللي حوالي أني أفتح إشي إلي، والحمد لله بلشت بموضوع الأظافر. كان كتير صعب علي، بس بحاول كل يوم بحاول أني أكون قوية حتى أوصل للي أنا بدي إياه. وهاي هي. طيب حكي لنا أكثر عن المركز، عن الخدمات التجميلية اللي بتقدمها. هلا إحنا حاليا الستاف تبعنا كلهم فلبين وروشن من روسيا، بنعمل كل إشي ريليتد للأظافر. التنظيف في أكثر من تكنيك معينة، في تكنيك الفلبيني، في تكنيك الروشن. كل زبون بحب يختار اللي هو بيناسبه. عندنا الجل اكستنشن اللي هو بيدوم لمدة شهر للناس اللي ما عندها أظافر بتحاول تعالج أظافرها ويطولوا. وعندنا النورمال كولر اللي هو اللون العادي اللي بيقدروا يشيلوه. عندنا جل كولر نفس الشيء بيقدروا يحطوه، في تكنيكس معينة بنقدر نحطها فيها، وكل أنواع الديزاين بنقدر نعملها. حكينا أكثر عن الباكيجات والعروض اللي بتقدميها. هلا احنا عندنا مثلا باكيجز انه اذا انت عملتي مثلا ايديكي ورجليكي جل كولر بدل 30 كنا ناخذ عليه مثلا 25، اتس ان اوفر. اللي بيعمل ايدين ورجلين مع لون عادي انه هو اتس ان اوفر 15 دينار. عاده احنا ما بنعمل اوفرات الا بنص الاسبوع، خلينا نحكي مرات 10% 15%، بس هذا الشيء مو دائما موجود. برأيك شو سر تميزك ونجاحك عن غيرك بهذا المجال؟ هلا أكيد كل واحد عنده إشي بحب يميزه عن الثاني، بس حسيت الديزاين تبع المحل ميزني عن كل حدا. كل حدا طبعا أكيد عنده ديزاين مختلف بعقله، بس حبيت هذا الديزاين لأنه هادي ومكان رايق، وبنفس الوقت بحب كل زبون ياخذ حقه وانه يكون الوان مريحه لإله، انه هو جاي يريح بهذا المكان، مو جاي انه يعني انه ضجه وهيك، فانه بحب انه الزبون يكون مرتاح فيه. شو نظرتك المستقبليه؟ انت شو حابه تعملي لقدام؟ حابه اكبر، افتح فروع اكثر. كل يوم بحط كل قوتي وكل طاقتي بهذا المجال لحتى اوصل لإشي كبير. شامل مشاكل ومعوقات تحديات بواجهتك بهذا المجال؟ هلا المشاكل لما يجيكي زبون تحاولي قد ما تقدري انك ترضيه وهو ما بيكون راضي، يعني بصير معاكي موقف يعني شو ما عملتي له ودللتي وعملتي له خلص هذا الزبون مثلا بيكون حاطك انه يعني انه اتاكسبت انه يكون بليفل عالي، وقد ما بتحاولي بيكون خلص على الفاضي. فمع هيك مرات بكون بنحبط معنويا، بس قد ما بقدر انه بحاول اكون قويه لاوصل لهذا الاشي. هو الارضاء الزبون هو اصعب اشي بهذا المجال، انك بدك ترضي جميع الاطراف حتى لو كان هو مش غلطان. بدك تحاولي انك قد ما تقدري انك ترفعي. تحكي لنا اكثر عن الاجهزه اللي بتستخدميها بالجل كولر والاظافر. هلا جل كولر طبعا لازم جهاز، لانه هو له تكنيكس معينه، في له بيس كوت، في له هاردنر اللي هو مقوي الاظافر. الناس اللي ما عندها اظافر في شيء اسمه هاردنر، لما نحط له اياه بيصير يطول والاظفر نفسه بيصير ينمو اسرع بنفس الوقت. النورمال كولر صراحه ما عندي اي ماشين له للدراي انه يتنشف فيه، بس انه عندي دروبس له لهذا الشيء. والماشينز اللي عندي هي تبعت الجل كولر، وبنفس الوقت عندي الماشين تبعت الغبره عشان حتى ما يتاذى الزبون بين عيونه انه يفوت عنده غبره، ففي ماشين انه بتنفتح لما يبلش الزبون شغل معه. بس اكيد انت في حد ترك بصمه بحياتك وشجعك واعطاك الدفع لتوصل لهي المرحله. صراحه اهلي بتحبي توجهي. عيلتي ما قصروا، كلياتها وزوجي ما قصر بهذا الشيء، فكلنا يعني هم اكثر ناس داعمين معي بهذا الشيء. كيف ممكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لنا موقع المركز بالتفصيل وطرق التواصل. اكيد هلا نحن عندنا صفحات على فيسبوك وانستغرام Nalicious Nails Lounge، وعندنا رقم تليفون كمان موجود. موقعنا بين مرج الحمام وناعور بجانب كازيت السلام.
وبنهاية هذا اللقاء نود أن نشكر السيدة مرح على حسن استضافتها لنا، على أمل أن نلقاكم بحلقة جديدة. شكرا لك. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية. يسعدك حبيبتي.